السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. وجود أحزاب اليمين المتطرف في بزاف الأنظمة السياسية الأوروبية ماشي ظاهرة جديدة، في قارة سيطرت عليها في فترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية الفاشية والنازية، وكانت من الأسباب اللي تسببت في الحرب. هاد الأحزاب غترجع عاوتاني للواجهة مع بداية التسعينات، اللي غتعرف أوروبا فيها نجاحات لافتة وغير متوقعة ديال أحزاب أقصى اليمين أو اللي تنسميوه باليمين المتطرف. كما كان اليسار المعتدل كان اليمين المعتدل، وفيهم بجوج أقصى اليمين وأقصى اليسار. الفرق بين اليمين المعتدل ولا اليسار المعتدل مع اليمين ولا اليسار المتطرف هو أن المعتدل كيتبنى الحوار، والمتطرف ما عندوش معاه ومع الرأي الآخر ومستعد للعنف. فإذا كان اليمين المعتدل المحافظ تدعو للحفاظ على الهوية الثقافية ديال المجتمع بالحوار وبالوسائل السلمية، فاليمين المتطرف تخدموا للحفاظ على هذه الهوية، التمييز والأفكار العنصرية المبنية على الكراهية لكاع الأجانب ويقدر يتبناو العنف. عودة اليمين المتطرف للواجهة في أوروبا رغم اختلاف مستوى الظاهرة من بلاد أخرى مشكلة كبيرة، ضافت المشاكل الكثيرة اللي غضب أوروبا للهاوية حيث ما عندهاش الحل، خصوصا مع توالي الأزمات الاقتصادية اللي تقلات كاهل الأوروبيين وعجزات الحكومات ديالهم على الحل ديالها، الشيء اللي خلى المواطنين يعاقبوها إما بالامتناع على التصويت أو التصويت للأحزاب ديال اليمين المتطرف للبرامج ديالهم ديما فيها نفس النغمة، تخفيض معدلات البطالة بالحد من الهجرة وطرد المهاجرين اللي تهددوا الهوية الاجتماعية وغاديين بأوروبا للإسلام. هاد الخطابات الشعبوية ديما كتعطي المفعول ديالها في الأزمات، وهاد الشي بان في القوة الانتخابية اللي ولت عند هاد الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة الأوروبية، واللي ماشي غير دخلات البلديات والبرلمانات والحكومات، دخلت كاع الاتحاد الاوروبي كتريب فيه من الداخل، حيث هاد اليمين المتطرف ما تيامنش بالتعدديه العرقيه والثقافيه. في نظرهم اي اجنبي جا لبلادهم جا خد خدمه واحد منهم وجا يستافد من الخدمات والمنافع ديال السيستيم ديالهم، خصوصا المهاجرين المسلمين اللي في نظرهم مجرد شعوب متخلفه جايبه معها صداعها لعندهم. بلان هاد الأحزاب أنهم إلى سيطروا على الحكم غيديروا سياسة الدوائر. شنو هي عاوتاني هاد سياسة الدوائر أمولي الصديق؟ في اليابان وفي طوكيو العاصمة ديالهم عدد السكان ديالها أكثر من 12 مليون نسمة، فيها بزاف ديال البشر، بزاف الطوموبيلات، بزاف ديال الصداع والتلوث. باش ينقصوا من هاد التلوث داروا سياسة الدوائر. الطوموبيلات اللي خدامة بالمازوت كاع ما تدخل المدينة، واللي كتخدم بليسانس ما تدخلش للسونتر، السونتر يدخل ليه غير السيارات الكهربائية، وهذا الشيء اللي غيديروا مع المهاجرين في حالة تفرتك هذاك الاتحاد الأوروبي. المهاجر ما غتوليش عنده نفس الحقوق ديال المواطن ولد البلاد، ديما الأسبقية ليهم في الخدمة، في السكنة، في السبيطار، غير رجعوا نفس السيستام اللي كانوا مخدمينه مع اليهود واللي منعهم اليوم يرجعوا ليه غير ميريكان. كيفاش ميريكان منعهم أمولاي الصديق؟ ما تحمقناش عاوتاني. شوف أمولاي الصديق العزيز، أحزاب اليمين المتطرف ديال كاع العالم كتأمن بالقومية والهوية الثقافية الموحدة، نفس اللغة نفس اللون، ما كاينش التعدد. العكس ديال هاد الشي هو العولمة، العولمة اللي رأس الحربة ديالها هي أمريكان، كتنشر بها الأفكار والقيم ديالها، وبالتالي هاد الأحزاب اليمينية المتطرفة العدو ديالها الكبير بعد الهجرة والمسلمين هي أمريكان، وهذا الشيء تيبان في الحرب اللي ما كتشوفوهاش بالمؤسسات الاقتصادية الدولية وهاد الأحزاب المتطرفة. فالصندوق الدولي والبنك الدولي ديما تيهاجم هاد الأحزاب وتسد عليهم الروبيني وتهدد الحكومات ديالهم ديريكت، وهذاك الحب متبادل حيث هاد الأحزاب اليمينية كتعتبر هاد المؤسسات مؤسسات صحاب الحال، صحابها مجرمين مجهولين بلا أمة ينتميوا لها، هدفها تخريب الأمم. كاع الأحزاب كاع الجمعيات والمنظمات الكبيرة كتلقى الدعم، إلا ما كانش من النظام ديالها فراه كتدبر على راسها من بلاصة أخرى، وإلا عطاك شي حد شي ريال ما تقدرش تهاجمه
غتولي تدافع عليه وعلى البلانات ديالو. وبما ان الروبيني ديال العولمه سد على الاحزاب اليمينيه المتطرفه وما كيبغي حتى يسلفها، فهاد الاحزاب غتدور البارابور ديالها، وفينا مولاي الصديق غتدورو لموسكو. في موسكو اللي جالس بوتين مع ياشينسكي والمجموعه ديال المحللين ديالو. بوتين قال لياشين هادشي اللي عاودتي لينا عجيب وغريب، لكن كيفاش البلان ديال خطه تشراكه؟ ياشينسكي قال البلان في الوتد، نعمروا اوروبا بالوتاد، نشتتوا لهم الانتباه، نخليهم ديما محاربين بيناتهم، صعيب يتفقوا على قرار. بوتين قال لي زيد وضح. ياشين قال الاحزاب اليمينيه المتطرفه اليوم كاع الظروف مواتيه عندها باش تولي قوه انتخابيه، ها الازمه الاقتصاديه، ها اللاجئين هاجمين عليهم من كل بلاصه، خاصهم غير دفيعه صغيره ماديه ومعنويه ويدخلوا للبرلمانات وحتى الاتحاد الاوروبي. وهكذا بوتين من يرجع لرئاسة روسيا في 2012 مشى في خطة شراكة الوتاد اللي دقهم في أوروبا واللي تبنى فيها استراتيجية موازية للأدوات العسكرية التقليدية. بدأ كيتقرب من الأحزاب اليمينية المتطرفة في غرب أوروبا واللي كتشوف بوتين قريب ليها في الأفكار ديالها. بوتين غيدعم هاد الأحزاب في بولونيا وبلغاريا حتى وصلوا للحكم، وهاد جوج الدول هما اللي ديما دايرين العصا في الرويضة الاتحاد الاوروبي في اي قرار لمحاربة الصين اقتصاديا في السنوات الماضية، حتى ان هاد الاتحاد بدا تفكر يحيد الفيتو عنده. بوتين طلق الروبيني ديال الدعم المالي لكاع هاديك الاحزاب، واللي بغا يتسلف مرحبا كيسلفو. خلى كاع رموز هاديك الاحزاب تجي تزور موسكو تاخذ البركة، من ماري لوبين لهداك ديال النمسا، كاع حزب ماري لوبين تسلف من عنده 27 مليون دولار امولاي الصديق. وكما قلنا الا عطاك شي حد شي ريال راه ما تقدرش تقول ليه لا من بعد، وهذا الشيء اللي طرا لهاد الاحزاب. فاش خدا بوتين القرم ونظم فيه الاستفتاء قاطعوا الاتحاد الاوروبي. بوتين غايجيب لتما هذيك الاحزاب تراقب الاستفتاء باش تعطيه الشرعيه الدوليه. جاب حزب ماريا لوبين ورابطة الشمال الإيطالي اللي وصل للحكم، وجاب بوديموس وبيغيدا ديال ألمانيا وهولندا، كل شي جا. روسيا كتحرك الصرف وكتدور معاهم بسخاء من أجل مصلحتها، حيت هاد الأحزاب كتعترف بمناطق النفوذ الروسي وأصلا هي ضد الناتو. لكن هاد الأحزاب راه غير سوسة، حيت الوضع معاها ما غاديش يولي حسن، بل عاد غتريب الحفلة. غير البوصلة بلاصت ما كانت في الغرب غتقلبها للشرق، حيت اي مجموعه شمسيه خاصها شي شمس علاش الدور. الحلقه ديال البارح وهاد الكماله ديال اليوم غير مقدمه للفكره اللي بغات نوصل. في اوروبا احد اكبر المعاديين للجاليات المسلمه والاسلام كان في هولندا، هو هذاك خيرت فيلدس، ولد العبد. هو وصحابه خسروا صوره هولندا اللي كانت واحد ديال التسامح، وبحاله بحال كاع رموز الاحزاب المتطرفه في اوروبا هو من اشد المعجبين بسياسه بوتين، واللي قال في مقابلة صحفية أن أوروبا كتفتقر لزعماء أقوياء بحال الرئيس بوتين، وأنه معجب بالأسلوب ديالو في الدفاع على مصالح بلاده. هاد ولد العبد معروف بالتصريحات الاستفزازية ضد المهاجرين وضد الإسلام، سبق ليه حرق القرآن في ساحة روتردام، وحرق القرآن طقس شيطاني إلا بغيتي تنتمي للمجموعة ديالهم وتستفد منها. في خطة شراكة حصان طروادة في هاد الصراع بين الشرق والغرب هما المسلمين، كل مجموعة بغات تجر عندها أكبر عدد من التابعين. المسلمين دول عاطفية كوكوت مضغوطة خاص غير السبة، والكود عارفينه النبي الكريم والقرآن دياله، داكشي علاش لا الكاريكاتورات ولا حرق القرآن كيجي غير من اليمين المتطرف. وشكون المستفيد أمولاي الصديق؟ المستفيد هي روسيا ومورها الصين، المئات ديال المشاريع كتحول للصين مع كل الأزمة، والسفراء كيتسحبوا والكارثة والروينة. وهادشي ديال السويد راه نفس البلان، السويد اللي بغات تدخل للناتو والمصير ديالها في يد تركيا، لكن اردوغان ربح دابا الانتخابات وتحرر من اي ضغوطات، يقدر يوافق الا وافقوا ليه على الشروط ديالو. ناض بوتين حط ليه البيضه في الطاس ومشى تيعنق في القران، بلان ما يديروش الشيطان، جمع عليه كاع المسلمين ديال الجمهوريات اللي عنده، تيقول لهم العدو ديالنا المشترك هما هادو. اردوغان اللي تيسوق لراسو كخليفه للمسلمين والذئاب، غنشوفو كيفاش غيدير ليها. هادشي كان تحليل حصري لاول مره في العالم غيتسمع من هاد الزاويه فقط الاصدقاء هاد القناه. بقيه القصه ديال البعد الاخر غنكملوها في حلقه مقبله ان شاء الله.
دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.